مرحبا بكم مجددا إلى الظاهرة نيوز لهذا الأربعاء. إذا كما ذكرت في المقدمة، سنفتح النقاش ونواصل الحديث عن الحملة الانتخابية لرئاسية 12 من ديسمبر التي تدرك اليوم يومها الرابع. سنحاول أن نقيم الأيام الثلاثة الأولى ولمعرفة ذلك و النقاش في هذا الموضوع. أسعد باستضافة الدكتور سليمان أعراج، أستاذ علوم سياسية بجامعة الجزائر. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا بك وتحية طيبة. إذا بداية أستاذ، ثلاثة أيام تمر على أو تمر من عمر الحملة الانتخابية، كيف يمكن تقييم الأيام الثلاثة الأولى إجمالا، على الرغم من أن بعض المترشحين لم يكن لديهم برنامج مضبوط، خصوصا في اليوم الأول واليوم في اليوم الرابع؟ مهم، هي الانطلاقة مهمة جدا في الحقيقة، وبداية نقدر يعني ربما ما نقولش نحكم، أو ربما بداية الحملة راهي تحمل مؤشرات يعني قد تعكس يعني المستوى كل مترشح. لأنه لماذا الأهم في كل هذا هو طبيعة الخطابات المسوقة، طبيعة ما هي أولى ربما النقاط التي ركز عليها المترشحون، حتى نتحدث ويعني نشير إلى أهمية الرؤية. لأنه لماذا البداية دائما تكون في محاولة كل مترشح لتقديم رؤيته لكيفية ربما التعامل مع المتطلبات وضرورات المرحلة القادمة. لكن يعني نقدر نقول أنها ما تكونش يعني ربما الكافية، البداية ليست كافية للحكم ولا لإبداء أحكام نهائية. هي أحكام أولية تكون مبنية على كما قلت، ولا نحاول نقيس أول شيء هي مسألة الرؤية، لأنه من البداية يبان ما صاحب الرؤية ومن ربما فقط له تصور ربما جزئي. نعم، هناك من انتقد أستاذ سليمان أعراج قضية استغلال الجهوية في الحديث عن البرامج لدى بعض المترشحين. هناك من يقول أنه اليوم نحن في انتخابات رئاسية، ما ناش في انتخابات محلية بلدية وانتخابات تشريعية، وبالتالي يقول لك يجب أن تكون خطابات المترشحين ذات طابع وطني، لأنه في النهاية هو حامل لبرنامج به سيحكم الجزائر، سيحكم 43 أو 44 مليون جزائري. وهذا اللي كنت نشير ليه، أنه المترشح اللي عنده رؤية يكون خطابه جامع ويشمل، ولا يتحدث فيه على الخيارات الاستراتيجية للدولة، ولا ربما يدخل في بعض التفاصيل كما قلت المتعلقة، ولا ربما اللي يركزوا عليها من يترشح للانتخابات بلدية ولا ولائية. صحيح أنه في إطار يعني أنه أو الطابع المحلي، لأنه لماذا تنمية الأقاليم لا تتم وفق رؤية واحدة، لكن كجزء من الاستراتيجية والتصور ربما قد يخصص أي مرشح حديثه لخصوصية منطقة معينة، لكن ليس ربما دخول في تفاصيل ولا في جزئيات التي تمثل، إلا إذا كانت هذه الجزئيات عندها طابع وطني وطابع يعني متعلق باستراتيجية ولا برؤية هذا المترشح. أستاذ، الملاحظ في الانتخابات الرئاسية لأول مرة منذ سنوات طويلة غياب تلك المظاهر الفولكلورية والشعبوية اللي تعودنا عليها، أنه المرشح أو المترشح لما يذهب إلى ولاية، وتقريبا في كل ولاية الوطن كنا نشوف بعض المظاهر الفولكلورية، بارود على أحصنة، على برنوس يتمد للمترشح. هل الأمور اختفت؟ هل هو لأنه الظرف حساس وهؤلاء المترشحين تعلموا من التجارب السابقة، وهناك أيضا من المترشحين من قدم وأسدى تعليمات لمديرية الحملة في الولايات أنه تجنب مثل هكذا مظاهر فولكلورية ترحيبية بالمترشحين؟ لا والله، شوف، ربما يعني من حق المناظرين ولا الناس اللي راهم اختاروا مرشح معين أنهم يعبروا على فرحتهم به ولا دعمهم له بكل الآليات والوسائل. وبالتالي لكن ما يربطناش، ما يعطيناش، ما يخليش صورة نمطية. شوف، الشعبوية وين تكون؟ الشعبوية ليست ربما في استعمال ولا في إبراز الطابع التقليدي ولا الفولكلوري المحلي لمنطقة معينة، لكن الشعبوية تكون بالنسبة للممارسات، وتكون في كيفية التسيير،
وكيفية التعامل، ربما تعامل الحملة مع الأشخاص، مع الخطاب، مع المواطنين، مع الخطاب المسوق. هنا تحدث الشعبوية وهنا نقيس الشعبوية، لا نقيسها بالفولكلور أو ببعض المظاهر التي قد ترمز، لأن البرنوس عنده رمزية في التقاليد الجزائرية وغير ذلك. يعني هذه يعني كتفصيل فقط، لكن نتحدث الشعبوية تحدث في الخطاب وفي السلوكيات وفي التعاملات أيضا. أنت أي مرشح ولا حملته مع في كيفية استقطاب، في كيفية تقديم المترشح، في وغير ذلك من التفاصيل. نعم. هنا يحدث الخلل. نعم أستاذ أسلم العراج، أيضا نقطة أثارت انتباه الكثيرين، أنه عدد المداومات قل مقارنة بانتخابات سابقة. في انتخابات تاع الأعوام السابقة كنا نشوفه في الأحياء تلقى ناس سواء متطوعين أو مدفوعين يفتحوا مداومات، في بعض الأحيان حتى في مستودعات يفتحوا مداومات للمترشحين. هل هو ما زال عندنا نوع من الخوف من ردة فعل الآخر، أم الأمر بماذا يتعلق تحديدا؟ والله هنا تدخل فيها عدة اعتبارات، وأعتقد أن المترشحين الذين أقدموا يعني على دخول غمار هاته الانتخابات، أعتقد أنه عليهم أن يبذلوا من الجهد ومن وحتى في تصريحاتهم وفي مواقفهم ما يساهم في دعم الطمأنينة، وليس ربما التأكيد على مسألة الخوف كما أشرت إليه، لأنه لا داعي للخوف ولا مبرر للخوف، ولا يوجد أي شيء يدفع نحو الخوف. لأنه لماذا اليوم إذا فيه مترشحين، وتحدثنا عن مترشحين جاءوا بطريقة أو بأخرى، هذه قواعد الديمقراطية هي التي أنتجتهم، هي المجلس الدستوري قبل ملفاتهم لأنه استوفوا الشروط. نحن أمام أمر واقع، لا ما راحش نستوردوا مترشحين من ربما من 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 من, من الخارج، ولكن اليوم ربما في حقيقة فيه واقع نتعامل معه. هذا التعامل يجب أن يكون ربما بالذكاء وبالفطنة وبالعقلانية اللازمة، حتى ربما نجنب الجزائر ونجنب كثير من الإشكالات. لا نزكي ولا لا نقول أنه لا نقول يعني أنه ربما هذا يعني هذا وش كان، ولكن الظرفية الحالية هذا وش أنتج، أصبحت أمر واقع، هذا وش أنتجت. لأنه لماذا؟ لأنه في الوقت اللي كان من المفروض الناس التي كانت تتغنى وترى في نفسها وتسوق وكذا لم تتقدم، واكتفت بالملاحظة، وأنا أشرت في بلاتو سابق من هذا البلاتو على الفئة السلبية اللي كانت تتميز بالسلبية. نعم. تجاه التعاطي مع هذا الحدث المصيري. أستاذ سليمان عراج، قلت لا يجب الخوف، لا داعي للقلق، كيف يصنف الأستاذ سليمان عراج ما حدث في الأغواط؟ نعطيك حادثتين فقط، مثالين صغيرين. ما حدث في الأغواط، ذلك المواطن الجزائري الذي كان حاملا لسلاح رشاش وهدد بصفة أو بأخرى الرافضين للانتخابات، وفي المقابل أيضا ما حدث لتلك السيدة في ولاية بومرداس التي كانت تحمل صورة لأحد المترشحين، تهجم عليها مجموعة من الشباب من الرجال، وكان مع السيدة ابنتها الصغيرة، وبالتالي موقفين خلف ردود فعل غاضبة من الجميع، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. ما تخوفش مثل الأمور، لا يجب أن نضخم. هذا الحوادث هي حوادث معزولة وما يمثلوش الجزائريين، وهذا السلوك اللي شفناه سلوك غير حضاري، وسلوك لا يمت لا لأخلاق الجزائريين ولا لعاداتهم وتقاليدهم، ولا يمت أيضا لا للديمقراطية ولا لأي شيء. هذه تتجاوز الشعبوية لتدخل في إطار يعني ربما الجرائم المرتكبة ضد المجتمع. يجب أن يتحرك القضاء بطبيعة الحال، وفي أجهزة أمنية الآن راهي تعمل، وكل أنا ربما أشرنا إلى أنه كل واحد ربما يتخطى ويتجاوز حدود حريته. أنا قلت وأشرت إلى أنه لما تتعلق المسألة بالحرية والأمن، هنا تصبح القضية قضية دولة، والدولة هي اللي لازم تتدخل انطلاقا من أجهزة الأمن. عبر على حريتك بأي طريقة، بالسبل السلمية، بأي أسلوب، لكن تحترم في حرية الآخرين، وشريط أيضا بما لا يمس
بحرية الآخرين وبسيادة وأمن الدولة. الدولة وأمن والأمن العام. نعم أستاذ سليمان أعرج، أيضا ما بقناش وقت كثير، من بين أيضا الأمور التي أثرت الكثير من الكلام واعتبرتها سلطة شرفي، اعتبرتها ربما ليست تجاوزا ولا يتعارض مع القانون، ما حدث مع بعض المترشحين الذين زاروا بعض الزوايا، ونعرف أيضا دور الزوايا في الانتخابات السابقة خصوصا الرئاسية. هل يمكن أن نعتبر أنه هؤلاء هو مغازلة للوعاء الانتخابي لمريدي بعض الزوايا؟ لأنه نعرف كيف تصير الأمور عند الزوايا، لما يقول شيخ الزاوية للمريدين يجب أن ننتخب على فلان فهي تزكية له، هل هذا لا يتعارض مع القانون؟ شوف هو لا ما من أي من حيث يعني من حيث التعارض هنا، لأنه يعني كانوا يقول لك استغلال لا دور لا العبادة هي الآن دور العبادة لما تقول مسجد مسجد إيه يعني باش نتكلموا، لكن الزوايا فيها يصلوا فيها حتى الزاوية يعني شوف الآن تختلف ربما الوضعيات ولا تصنيفات نتاع ربما هكذا أماكن حسب القانون وحسب العرف والتقليد، لأنه حتى العرف والتقليد راه يدخل يعني ولا مصدر من مصادر التشريع. هذه مسألة القضية زي هو المحاولات اللي لمسناها أنه فيه عمل ولا محاولة عزف على الوتر لاستقطاب أكثر شريحة منظمة، لما تقول مثلا الزوايا ولا تقول ربما بعض الفواعل الأخرى الأكثر تنظيما وتأطيرا، لأنه هذا بالنسبة للمترشحين وعاء لا شريحة سهل التعامل معها، سهل التواصل معها، وسهل ومن السهل استقطابها انطلاقا من يعني لما توفر القناعات لديهم، وبالتالي هو بالنسبة لي يشكل له أريحية كبداية، لأنه ما تنساش أي مترشح لازم له واختيار المناطق يبدأ يشوف الأماكن السهلة اللي يمكن من خلالها أنه يقدم صورته الأولية، ثم بعدها ينتقل إلى مناطق أخرى. نعم. باقي الأماكن اللي ربما تطرح له إشكال ولا مشاكل. نعم دكتور سليمان أعرج أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك على المرور معنا في الظاهرة نيوز، نلقاك في فرصة لاحقة بحول الله تعالى. مشاهدي الأفضل في كل مكان، ظاهرة نيوز مستمرة عبر الشروقية الإخبارية بعد هذا الفصل.